كما تم الاتفاق على تسريح الرهائن، وهذا جزء من الضغوط العسكرية، ولذلك الدعوة غير المسؤولة لإيقاف وقف أو لوقف النار غير أو هي خطأ، وأيضا والتي كانت إطلاق وقف لإطلاق النار في 6 أكتوبر والذي تم اختراقه من قبل حماس. دعوة لوقف إطلاق النار هي هدية لحماس ولن تساعد على إطلاق سراح الرهائن، وسوف تعيدنا إلى نفس الواقع الذي عشناه في 6 أكتوبر. منظمة حماس تحتفل قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وطبعاً هي تحتفل، وهذا بالضبط ما كانوا يرغبونه، وكان هناك إرسال لرسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة. إذا كانت المنظمة تحتفل بقراركم، هذا يعني أنكم قمتم باتخاذ قرار خاطئ. نحن في أنتم في الجانب الخطأ. إسرائيل سوف تستمر في الحرب ضد حماس حتى نصل إلى أهداف 3: القضاء على حماس من قطاع غزة وإطلاق سراح كل واحد من الرهائن والتغيير في قطاع غزة، وحتى لا تعود الإرهاب إلى تهديد إسرائيل مرة أخرى. اليوم أكثر من 70 يوماً منذ بداية هذه الحرب إلى 10 أسابيع الماضية، كان مواطنون يتعرضون لنيران غزة، ولكن ليس فقط من غزة. منذ 7 أكتوبر حزب الله، وأيضاً كان هناك مساعدة لأن يكون هناك استفزاز على الحدود. إسرائيل كانت أيضاً من قبل الحوثيين، والتي تطلق الصواريخ وتقوم بالهجوم على السفن في البحر الأحمر. إن الإرهاب كان يعرضنا لهذا هذه الحرب، ولكن سوف نقوم بالمستطاع، وذلك لحماية مواطنينا. هناك أكثر من 50,000 إسرائيلي سوف يجبرون على ترك منازلهم على الحدود بالقرب من لبنان. علينا نتأكد من سلامتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال إجبار حزب الله على الانسحاب مرة أخرى. هناك طريقتان للقيام بهذا الأمر، سواء من خلال الدبلوماسية أو من خلال الإجبار. مجلس الأمن في الأمم المتحدة بعد الحرب اللبنانية الثانية، القرار 701، وهذا القرار يشير بوضوح أنه لا ينبغي وأن يكون هناك ضغط عسكري، ولكن الجيش اللبناني لا يزال بعيداً عن تجنب الحرب في لبنان. إذا كان المجتمع الدولي لن ينجح في القيام بذلك، لن يكون هناك خيار آخر إلا أن نقوم بذلك بأنفسنا. خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنتم ونحن تحدثنا عن بعض الحلول لمواجهة هذا التحدي، كما كان هناك نقاشات بين فريقنا فيما يتعلق بهذه القضية. أعتقد أن فرنسا يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً وكبيراً، وذلك لتجنب الحرب في لبنان. الكلمة لك كاترين. أود أن أشكرك مرة أخرى على صداقتكم وعلى دعمكم. أود أن أتحدث عن الرسالة المهمة التي تتعلق بما قامت به المنظمة الإرهابية لحماس ضد الحكومة الإسرائيلية، سيما عندما كانت وكالة المنظمة المتحدة كانت تدين هذه الجرائم كانت صامتة. كان هناك مناقشة مهمة اليوم، وسوف نستمر في العمل سويا، وذلك
أننا بعد التحديات التي تواجهنا بدءا بإطلاق السراح الفوري لكل الرهائن. شكرا جزيلا. شكرا كاترين. سوف يكون لدينا ترجمة. شكرا جزيلا سيدي الوزير والقادة الذين قاموا باستقبالي في تل أبيب اليوم. أنا أشكر الوزير على مجيئه لاستقبالي في تل أبيب. سوف أقوم بالترجمة فيما بعد. سوف أستمر، ولكن عليكم أن تشيروا إلى كل شيء قلته. شكرا لاستقبالي صباح اليوم في تل أبيب. تل أبيب حيث كنت فيها في 15 من أكتوبر، أي أسبوع بعد هذه المأساة التي عاشتها إسرائيل والشعب الإسرائيلي. ولقد قمت بالزيارة وذلك للإشارة إلى الدعم والتضامن فرنسا الإسرائيليين، وأود أن أكرر وأن أذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في سياق حقوق الإنسان. والإرهاب تهديد لإسرائيل ويتعلق بنا جميعا، وعلينا كلنا أن نبحث طرق مجابهة هذا الإرهاب. وكما اجتمعنا مؤخرا في الاجتماع الذي انعقد في باريس، وكان أيضا هناك حرب ضد التمويل، تمويل الإرهاب، وأيضا ضد المعلومات والبروباغندا التي كانت تنتشر. علينا ألا ننسى أن هناك كان هناك أشخاص قتلوا بكل فظاعة. وأكرر 41 شخص. فرنسا وإسرائيل طبعا عانتا كثيرا منذ 7 أكتوبر، وإذا كلنا استقبلنا ورحبنا بسعادة كبيرة تحرير أول مجموعة من الرهائن، ومنهم 4 فرنسيين. وأيضا بكل حزن وأسف كان هناك مأساة في مقتل 1 من الفرنسيين، وكان رهينا منذ 7 أكتوبر ووجد في غزة. في اللحظة التي أتحدث فيها 3 فرنسيين قد تم احتجازهم واختفوا. وأود أن أقول أن فرنسا أيضا لن تتوقف وستقوم بكل جهد لإيجاد من اختفى وحتى يعودوا إلى عائلاتهم، وحتى يكون هناك إطلاق سراح لجميع الرهائن بأقصى سرعة ممكنة وبدون أي شروط. بالطبع إلي اسمح لي أن أتذكر أيضا الرهائن الإسرائيليين 3 الذين قتلوا بشكل مأساوي أول أمس. وأيضا سوف أكرر أن هناك من فقدوا أو قتلوا أو اختفوا، وكما فعلت في 3 أكتوبر سوف أكرر أن فرنسا إلى جانبكم ولن ننساكم، وأيضا أن فرنسا ستفعل كل ما في وسعها لإعادتهم. أنا أيضا جئت لأن أعلن تضامن فرنسا للإسرائيليين، وأيضا في ظل هذا التدقف لعمليات القتل البربرية التي تتم منذ 7 أكتوبر، وأيضا هذا
هذا طبعا يصف الخصائص الإرهابية لهؤلاء، وأيضا لأن يكون هناك انتهاك لكرامة الضحايا لا سيما النساء. ولكن أيضا ما هو صادم هو الطاقة التي يضعها البعض لإنكار هذه الوقائع. وأيضا كما نعلم أنه خلال النزاعات النساء هن المستهدفات دائما.